التسديد البنغي في الدقيقة 83 الذي لولا براعة العروبي لكان هذا هو الهدف. المباراة كانت على مستوى جيد من ناحية الانضباط التكتيكي، وصراحة فريق الوداد كان متمركزا بالشكل الجيد في كمنظومة دفاعية، وهذا ما صعب من مأموري الاتحاد الذي حاول كثيرا منذ بداية الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، إلا أن الحظ لم يحالفه، وحتى تسديدة بنغيث لم تسكن الشباك. فمنطقي أن الشوط الأول انتهى بتعادل صحيح سلبي لكن فيه إيجابيات كثيرة، وأن الاتحاد في ظل الأداء الجيد الذي قدمه لديه قدرة حتى في الدار البيضاء أن يقدم أداءات أكثر. وأعتقد أن عموته قد يعمل حسابات كبيرة لفريق اتحاد العاصمة، لأن الاتحاد لو يلعب بنفس الشكل قد يخلق مشاكل كثيرة للوداد على أرضية ملعبه، لأن والعمل كاملة بصراحة مهند للاعب بنغيث الذي كان في كل النواحي، سواء من ناحية الهجومية، سواء من ناحية التغطية، من ناحية تسديد اللعب. فهذا هو النقطة الإيجابية، هذا اللاعب الذي في اخر مباراه لم يشارك المدرب، يعني تساؤل كبير حول هذا الاختيار. واحيانا الطاقم الفني يخطأ، ان شاء الله ما يخطأ المره الجايه في اختيار اللاعب، لان هذا اللاعب يقدم الكثير لفريق اتحاد العاصمه وقد يكون المحور في مباراه العوده. متأملين ان تكون ارضيه افضل حتى نرى مستوى فني اعلى من اللي شفناه اليوم. لو لعبت في كازا، وسيفسر هذا لنا الكابتن سعيد، نعدك بارضيه ملعب من اروع ما يكون، نشاهد ونستمتع، لان حقيقه الفريقان يملكان مواهب يعني تمتع الابصار، تمتع عاشقي كره القدم. سعيد، هل هذه النتيجه بمثابه الفخ بالنسبة للوداديين، أم إن لعبت المباراة في كازابلانكا بمساندة الجماهير